رب يعطيكم العافية، شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا مبسوطين. في قصة قصيرة عن الحمار والقبعة. جاء الحمار يشكو للأسد ملك الغابة: في دائما النمر بيجي بيضربني وبسألني ليش مش لابس القبعة تبعتك؟ فعن أي قبعة بتكلم؟ أنا عمري ما لبست قبعة. فالأسد حكى للحمار: خلص اترك هذا الموضوع لي. لما شاف النمر قال له: يا نمر شو مالك على الحمار؟ بدك تسأل على القبعة؟ والله بس حجة عشان نضربه. قال له: خد لك حجة تانية، روح قل له جيب تفاحة، جيب لك اياها صفرة اضربه، قل له ليش ما جبتها حمرا، جابها حمرا اضربه، قل له ليش ما جبتها صفرة. قال له: فكرة. فعلا راح النمر شاف الحمار، قال له: يا حمار روح جيب تفاحة. فالحمار سأله: صفرة ولا حمرا؟ ففكر فكر الحمار وضربه، قال له: ليش مش لابس القبعة؟ هذا اذا بدي احكينا اشي، بدي احكينا انه الظالم دائما بيجد حجة لظلمه أيا كانت الحجة، لا يوجد سبب، فلا تجد للظالم عذرا. الله يبعد عنا وعنكم.